أهلا بكم مشاهدينا بالبونط العريض في هذا التطواف الجديد في آخر ما تناقلته وكالات الأنباء وصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، وهذه هي أبرز العناوين. في صحيفة أخبار اليوم، فولكر ولباد يلتقيان الشيوعي والبعث. وفي صحيفة الانتباه، الدغير خروج العسكر من السياسة مطلب واجب التنفيذ. وفي صحيفة الوطن، اشتباكات في الكدر وانفلات أمني وإغلاق المدارس حفاظا على حياة الطلاب. ومن صحيفة الصيحة، مركزي التغيير، مبادرة المرغني لا تحمل جديدا. وفي صحيفة اليوم التالي، ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية للطيران. رياضيا، مجلس الهلال يعلن الطوارئ لمباراة الأهلي المصري. إبراهيم يقود تدريبات المريخ استعدادا للشرطة. التعليق على هذه الأخبار، نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور حسن محمد صالح، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور حسن بالبونط العريض. مرحبا بالسادة المشاهدين وبك مباشرة محمد. شكرا لك. ومباشرة إلى أولى المحطات الإخبارية من صحيفة أخبار اليوم، فولكر ولباد يلتقيان الشيوعي والبحث. أعلن رئيس بحثة يوني تامس فولكر بيرث ومبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولباد عقد لقائين منفصلين مع وفد من الحزب الشيوعي وحزب البحث. وقالت البحثة في تغريدة على تويتر أن اللقاء كان مثمرا لتبادل وجهات النظر حول الخطوات القادمة والأولويات السياسية لاستعادة النظام الدستوري. بداية أستاذ حسن، كيف تقرأ هذا الخبر بعد أن شاهدنا في الأيام الماضية حراك كبير لفولكر وللمبعوث الأممي؟ هل يمكن أن يحمل جديد في هذه الأزمة أن يقرب وجهات النظر، أم أنها لقاءات فردية لجمع الأطراف المتشاكسة؟ والله يعني الحكم على هذه النتائج للقاءات فولكر يبدو يعني مبكر بعض الشيء، وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم وضوح هذه المبادرة التي يقودها فولكر، وهل هي لتسوية سياسية، خاصة دخول ولباد على الخط قد يكون إذا كان ممثل الاتحاد الأفريقي أم بصورة شخصية، فيكون يبقى بعد ذلك الأمر فيه نوع من النظر في ما إذا كانت هذه المبادرة هي بالفعل هي مبادرة أم أنه تنسيق، وإذا كان تنسيق هل يستثني قوة سياسية معينة أم أنه تنسيق شامل مع كل القوى السياسية وكل الأطراف السودانية، وهل من كان يتحدثون سابقا عن أنه أن ما حدث في 25 أكتوبر انقلاب وأنهم لا يتفاهمون مع الانقلابيين، هل هم الآن غيروا وجهة نظرهم وأرادوا أن يدخلوا مع فولكر في هذه التسوية الجديدة التي يريد أن يقوم بها؟ إذن هناك تقارب وجهات نظر بين فولكر والاتحاد الإفريقي. هناك من يتحدث عن أن الرؤى بين الاتحاد الإفريقي وهذه المبادرة ربما هناك شقة، هناك اختلاف، لا سيما في الجلسات الأولى التي جمعت بين ولباد وفولكر. أيوة، هنالك كان هنالك اختلاف، وطبعا يعني الآن واضح إنه ولباد رجع يعني بعد المغاضبة الشهيرة، وبدت المحادثات، والاتحاد الأفريقي بالتأكيد واضح إنه كنترول سيكون عند الاتحاد الأفريقي، حتى لو كانت هنالك فولكر يعني يريد أن يمضي في هذا الأمر، إلا أن الاتحاد الأفريقي قريب جدا من القضايا السودانية ومن المشكلات السودانية، ويمكن له أن يلعب دور في إحداث تسوية، ولكن التاريخ لا يعيد نفسه أكثر من مرة أو مرتين بعد أن قام الاتحاد الأفريقي ولباد بوضع الصفقة، تلك الصفقة الشهيرة التي كانت في الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي جمع بين المكون العسكري والمكون السياسي، ومضى بذات النهج ثم انتهى إلى لا شيء،
وحدث ما حدث كما يقول المثل السوداني ويردد السودانيون، ولم يكن هنالك يعني جديد في الأمر. هل هذا الحراك يمكن أن يعني أن يغير من الاستراتيجية القديمة التي اتبعت في الوثيقة الدستورية بتوسيع الجلسات وقاعدة المشاركة ربما الحزبية؟ السؤال هنا، لماذا الحزب الشيوعي هو الآن أصبح هو المحور اللقاءات التنسيقية التي تتم بين الفولكر من جهة والاتحاد الأفريقي من جهة أخرى؟ هل للحزب الشيوعي تأثير حقيقي فيما يحدث من حراك في الشارع؟ الحزب الشيوعي طبعا هي مواقفه المعارضة التي أكثر بروزا ووضوحا من الأحزاب الأخرى في الحرية والتغيير، ومواقفه المجانبة للحرية والتغيير نفسها، فأصبح له دور في 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 الحراك في الأوضاع السياسية، وأصبح يعني يهتم بوجهة نظره باعتبار أنه بعيد عن السلطة بعض الشيء، وبعيد عن آخر حكومة كانت موجودة هي حكومة الحرية والتغيير التي يعني تم حلها في بقرارات 25 أكتوبر 2021. وبالتالي الحزب الشيوعي يمكن أن الآن يمكن التواصل معه ويمكن الحديث إليه، وأيضا لعلاقته بالشارع تقريبا لديه علاقة بالشارع في رجال المقاومة وغيرها من الأجسام. نعم. التي تتحرك في الشارع، بالرغم من أن الشارع قد ضعف تماما وأصبح لا تأثير له في الواقع السياسي، ولكن رغم ذلك الحزب الشيوعي. دكتور حسن، نعم. الآن المليونيات هي مستمرة وتستمر. نعم. ربما التأثير الإعلامي قل تجاهها، لكن ألا تعتقد بأن هذه التظاهرات لن تتوقف باعتبار أن هذا الحراك الآن يقوده شباب؟ نعم، هي المظاهرات قد تمضي ولكنها لا تؤثر على الشيء، على الواقع السياسي السوداني، لأنها ليس لها قيادة سياسية واضحة وليس لها برنامج واضح، وإنما هي تظاهرات واحتجاجات وغاضبة ومجموعات تتحدث عن حكومة قائمة وليس لها بديل تقدمه، وهم يتظاهرون فقط في الشارع ويعبرون عن استيائهم ويريدون أن تعود الثورة، والآن هم ليس لهم تأثير. يعني نعم. هل من ربما لقاء جديد يجمع الأحزاب السياسية كلها باعتبار أن هذه الجلسات متواصلة؟ كان لفولكر جلسات مع الحزب المؤتمر الشعبي، كان له جلسات أيضا مع قيادات من حزب الأمة، والآن إلى الشيوعي والبحث. بهذا الترتيب وهذا التنسيق الذي يقوم به فولكر، هل يمكن أن يجمع يوما ما في وقت قريب ربما كل هذه الأحزاب لتتفق حول رؤية واحدة وواضحة؟ من المستبعد أن تجتمع هذه الأحزاب على صعيد واحد لأنها متنافرة ومتشاكسة، وعبرت عن ذلك حتى أنها ترفض مبادرة بعضها البعض. الحزب الشيوعي رفض المؤتمر الشعبي وقال أنه لا يجلس مع المؤتمر الشعبي، وشهدنا الملاسنات التي حدثت بين الشعبي ومن جانب الشعبي والشيوعي في العلاقة التي بينهما، والتي كانوا حلفاء في الماضي. الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي كانوا حلفاء في معارضة نظام المؤتمر الوطني وحكومة الرئيس البشير، وكانوا يتفقون على أشياء كثيرة ويبدون إسقاط الحكومة، ولكنهم الآن أصبحوا لا يجتمعون ولا يريدون أن يلتقوا مع بعضهم البعض، وهذه هي مشكلة. قد يكون الحزب الشيوعي يريد أن ينفرد بالساحة السياسية، ويريد بواسطة الأجسام الموجودة لديه من رجال مقاومة وغيرها أن يشكل الواقع السياسي. لكن أيضا لا ننكر بأن هناك لجان مقاومة مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب، ولها مواقف واضحة تجاه الأحزاب السياسية وربما أيديولوجياتها، وأيضا دستور الحراك الذي تقوم به الأحزاب السياسية. هو لا يلقي بالا لهذه الأجسام المعارضة وللجهات ولا لجان المقاومة المستقلة، ولا هو فقط الحزب الشيوعي فقط يريد بالأجسام التي يعني له عليها يعني إرادة وله تنسيق معها أن تمضي هي نفسها في هذا الواقع، وأن تتحدث عن تكون هي محور التغيير والحراك. نعم. دكتور حسن، أنت نعم. تحدثت عن المؤتمر الشعبي وأيضا التحالفات السابقة للأحزاب السياسية التي سرعان ما تتغير مواقفها وتصنع تحالفات جديدة وفقا من كرسي موقعة من كرسي السلطة. الحديث دائما ما يدور عن المؤتمر الشعبي الآن ربما فيه تيارات متصارعة أيضا. نعم. هناك من يرفض الجلوس مع بعض الأحزاب السياسية، هناك من يدعم مبادرة فولكر، الحديث عن أن علي الحاج من سجنه
ومن محبسه تحدث عن أنه بارك هذه الخطوة. موقف الشعبي كيف تراه في هذا الوقت، لا سيما وأن عقب رحيل دكتور حسن الترابي وأيضا رحيل الإمام الصادق المهدي من حزب الأمة حقيقية في هذين الحزبين؟ المطور الشعبي قدم مبادرة للساحة السياسية، ولكن هذه المبادرة يعني لم تجد من القوى السياسية الموجودة وخاصة الحزب الشيوعي القبول، وتم رفضها، وحتى أنه لم يتم النظر فيها ولم يتم اللقاء بينها. أيضا الأحزاب الأخرى اليسارية الأخرى مثل البعث وغيره لم ترحب بمبادرة المؤتمر الشعبي، وبالتالي يصبح المؤتمر الشعبي هو حزب معروف أنه يستطيع أن يقدم مبادرات ويستطيع أن يساهم في الحياة السياسية، ولكن هذه لأسباب أيديولوجية هذه المبادرات مرفوضة، وأصبح المؤتمر الشعبي فقط يتحدث يدندن بهذه الأشياء وبالقيم الدستورية والقيم الديمقراطية، ولكن ليس هنالك يعني تفريخ لهذه الأشياء في الواقع السياسي نسبة للرفض الذي يواجه المؤتمر الشعبي من بعض القوى السياسية وخاصة الحزب الشيوعي والقوى اليسارية الأخرى التي كانت في السابق كما قلنا متحالفة مع المؤتمر الشعبي ضد نظام المؤتمر الوطني، ولم يعني يختلفان إلا لبعض الأشياء المتعلقة بالسياسة الخارجية مثل الأحداث التي وقعت في مصر، انقلاب الحكومة يعني الفريق السيسي في مصر وغيره، والذي أيدته القوى اليسارية والحزب الشيوعي في بيان واضح في حين أنه رفضه المؤتمر الشعبي، ومن بعد ذلك بدأت الخلافات والتباينات في وجهات نظري. لكن من المؤسف أن كل هذه الأحزاب السياسية هي نعم. يعني الأشعار يتحدث عنها تجيد لعبة المعارضة، لكنها تفشل حينما تسلم لها مقاليد السلطة. بهذا الاختلال وهذا الاصطراع الذي تحدثت عنه دكتور حسن، هل يمكن أن تنتج مبادرة سودانية؟ وبعد قليل في خبر آخر سنتحدث عن مبادرة المرغني التي تحدث عنها الحرية والتغيير أيضا. هل يمكن من سيناريو قادم أن يقود البلاد إلى توافق وحوار وطني بأي شكل من الأشكال؟ هذا هو المرجو، أن تكون القوى السياسية السودانية وأن تكون هناك مبادرة سودانية. سودانيان وسودانيون لديهم قدرة على أن يعني يديروا الحياة السياسية حتى بالحد الأدنى من الاتفاق والحد الأدنى من التعايش فيما بينهم، وهذا ما يحدث الآن من غير مبادرات ظاهرة ومكتوبة، ولكن هنالك شيء من الوجود ومن التعايش ومن التوافق على بعض الأشياء المهمة، منها قضايا الأمن، قضايا معاش الناس، قضايا كل الناس يتحدثون عن هذه الأشياء، فإذا اجتمعوا وتحاوروا فيما بينهم من الأفضل. فيما يتعلق بمعاش الناس، الآن السودان يشهد ضائقة اقتصادية كبيرة جدا، والمواطن يعاني في كل مكان، في المواصلات، في السوق، الخضار، في أي مكان يعاني المواطن السوداني دون أن تحرك ربما السلطة القائمة غير الزيادات في الأسعار وغيرها. هذا الخلل الذي يحدث الآن، ما هي المآلات التي يمكن أن تقود إليه من جديد؟ المآلات صعبة والواقع مؤلم جدا، والمعاش الناس في ضائقة، يعني تعتبر ضائقة، والسبب فيها هو غلاء الأسعار، الغلاء الفاحش لهذه الأسعار والانخفاض لقيمة العملة، وهي مشكلات الآن تواجه الناس، والحكومة يعني لم تستطع، الحكومة القائمة الآن لم تستطع أن تقدم الحلول لهذه المشكلات، وللأسف القوى السياسية المعارضة بدل أن تساهم في حلول لهذه المشاكل تعمل على استغلالها، استغلال سياسي وتحريك الشارع من خلالها، وهذا لا يفيد الواقع السوداني كثيرا، وإنما سيؤزم الأوضاع بمزيد من المشكلات والتحديات، وعليه يعني الرئيس البرهان وحكومته القائمة الآن مطلوب منهم أن يسرعوا في إحداث قدر كبير جدا من التحول تجاه قضايا الناس، وقدر من تنفيذ القرارات التي صدرت في 25 أكتوبر
2021 والمتعلقة بتكوين الجهاز التنفيذي والمتعلقة بتكملة المؤسسات الدستورية وغيرها حتى يتنسجم الأوضاع وتسير نحو الأفضل وحتى نصل إلى فترة انتقالية معقولة ولها نهاية بانتخابات. نعم. قبل الانتخابات منذ 25 ونحن الآن في أواخر شهر مارس ما يقرب لستة أشهر وغياب رئيس الوزراء، وهل هذا الفراغ الذي تركه عبد الله حمدوك أو من ينوب عنه بأي شكل من الأشكال هو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التي والسياسية التي يعيشها السودان الآن؟ عبد الله حمدوك في رأيي أنه لم يترك فراغا وإنما ترك مثقلة بسياساته وسياسات حكومته، ولم يكن له دور في الإصلاح السياسي وإنما وضع سياسات ذات صلة بصندوق النقد الدولي ومن غير مقابل، وهذه السياسات أفرزت هذا الواقع الأليم والذي كان يمكن معالجته عن طريق الحكومة الغائمة ورئيس المجلس السيادي بتعيين رئيس وزراء، لأن حواء السودان ولود وسوف تأتي بغير حمدوك. لكن هل يمكن لهذه الحكومة والسلطة القائمة الآن أن تنفك من جديد من المجتمع الدولي برفضها مثلا لسياسات البنك الدولي وسياسة صندوق النقد الدولي؟ سياسة صندوق النقد الدولي كان يمكن التعامل معها بطريقة علمية وبطريقة مدروسة وبطريقة سودانية، أن يكون هناك مقابل. أنت لا يمكن أن تنفذ سياسات وفي نفس الوقت ليس لديك يعني ما المقابل لهذه السياسات. حكومة الرئيس الدكتور حمدوك نفذت كل السياسات الخاصة بصندوق النقد الدولي ولم تتلقى قرضا واحدا من الصندوق، فقط هي وعود وكلام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. والذي حدث هو الانهيار الاقتصادي بعد تعويم العملة السودانية، وأصبحت هنالك مشكلات حقيقية واجهت الحكومة الحالية، وكان يمكن تفاديها بتشكيل حكومة تكنوقراط من قبل سيد رئيس المجلس السيادي الذي أعلن ذلك في تلك القرارات الشهيرة التي عليه، ولكنه عاد من جديد وأعاد الدكتور حمدوك ثانيا للملعب من غير مؤهلات ومن غير أن يتدرب حتى على الواقع الجديد. ثم فشل الدكتور حمدوك وضاعت كثير جدا من الفرص التي كان يمكن أن تستغل لتشكيل حكومة ولأخذ البلاد إلى واقع جديد يتعلق بالانتخابات. الآن هذه السيولة، لكن الآن جبريل إبراهيم دكتور حسن جبريل إبراهيم الآن يمضي في ذات السياسات بسرعة فائقة في تنفيذ هذه السياسات الخاصة بصندوق النقد الدولي. هل للرجل رؤية جديدة لإخراج البلاد من هذه الأزمة؟ هل له ضمانات في أن يعني تثمر هذه السياسات وإعادة الاقتصاد السوداني لمرحلة الاستقرار على الأقل؟ جبريل إبراهيم هو وزير فاض، والوزير يعني ليس المسؤول عن السياسات العامة مثل رئيس الوزراء. غياب رئيس الوزراء هو الذي أفرز هذا الواقع، فكان يجب أن يكون هنالك رئيس وزراء من التكنوقراط أن يقوم بهذا الدور، ووزير المالية ينفذ السياسة العامة في مجلس الوزراء. ولكن الآن هو الدكتور جبريل ليس له سياسة مرسومة واضحة، وإنما مضى في نفس الطريق الذي وجده، والذي يحدث الآن هو نتيجة لتلك السياسات. ألا تعتقد بأن عودة حمدوك من جديد وبعض يعني الحديث أشارت إلى لقاءات في الإمارات مع رئيس مجلس السيادة، هل يمكن أن يعود الرجل من جديد إلى سدة الحكم؟ إذا عاد أو لم يعد فليس يعني إذا لم يتم تشكيل أو تعيين رئيس وزراء تكنوقراط له صلاحيات وله دور في وله وصول وله يعني رؤى في الإصلاح السياسي والاقتصادي، فليس هنالك يعني أهمية لعودة حمدوك. الدكتور حمدوك قدم ما عنده وقدم استقالته طوعا واختيارا للشعب السوداني وشكر الشعب السوداني وانصرف، فبالتالي إذا عاد ستعود الأزمة من جديد. وإذا تم تعيين أيضا رئيس وزراء هل يمكن أن تفرج هذه الأزمة؟ يمكن أن تفرج هذه الأزمة، لأن رئيس الوزراء يأتي بسياسات وتكون له رؤى مختلفة ويمكن أن يقدم برنامج. الدكتور حمدوك إلى أن ذهب لم يكن له برنامج ولا للحاضنة السياسية التي كانت. الوضع السياسي الآن مأزوم،
بمشاكسات، مأزوم بتعميق الهوة بين السلطة الحاكمة مثلا والأحزاب السياسية والشعب كذلك. هل في هذا الوضع، في ظل هذا الانقسام والتشظي الحاد بين القوى السياسية، يمكن أن يأتي رجل ويحمل سياسات ويقوم بتطبيقها بهذه السهولة؟ نعم يمكن. الوضع السياسي، الخلافات السياسية شيء أمر طبيعي، أن تكون هناك خلافات سياسية بين الأحزاب السياسية، وجهات النظر تختلف والناس يختلفوا على الرؤى، ولكن السياسة الحكومة هي التي تجاز من خلال برلمان الحكومة، من خلال القوى السياسية التي يمكن أن تؤيد هذه الحكومة، وبالتالي لابد من وجود جهاز تنفيذي في الفترة الانتقالية. ليست هنالك حكومة تمضي من غير جهاز تنفيذي، يعني يكون فقط هنالك جهاز واحد هو الجهاز السياسي، ليس معه جهاز تشريعي وليس معه جهاز تنفيذي وليس معه سلطة قضائية مخولة بأن أشياء. هذا يضعف البلد إضعافا شديدا، ويمكن أن يكون هو السبب في تدهور الأحوال المعيشية. نعم. إذن دكتور حسن، ننتقل إلى خبر آخر من صحيفة الانتباه، ديغير: خروج العسكر من السياسة مطلب واجب التنفيذ. جزم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الديغير بأن خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية مطلبا عاما واجب التنفيذ وفق ما أقرته توصية هيئة الأركان. وبرر الديغير في تدوينة على صفحته بفيسبوك يوم الأحد ذلك لكونه ينطلق من إحساس الشعب بملكيته لهذه المؤسسة وإصلاحها للقيام بدورها، كما عد الأمر مطلب موضوعي وضروري يتوقف عليه نجاح السودانيين في مهمة البناء الوطني التي تتطلب تأسيس واستدامة نظام ديمقراطي تقوم عليه دولة المؤسسات والقانون. الديغير يطالب كما يطالب الكثيرين بخروج المؤسسة العسكرية للحكم. هناك تساؤلات، الديغير كان جزءا من وثيقة دستورية التي جمعت الحرية والتغيير بالعسكريين، هل يمكن مثل هذه التصريحات أن ربما تعالج من الأزمة السياسية الراهنة بأن يبتعد العسكريين الآن مباشرة عن السلطة وفقا لرؤى الأحزاب السياسية المدنية؟ وجود العسكر في السلطة وخروجه من السلطة هو أمر يعني يعالج بطريقة موضوعية. ما الذي جعل العسكر أن يكون في السلطة؟ هو التغيير الذي حدث بموجب ثورة ديسمبر المجيدة، والذي أدى إلى وجود العسكر في السلطة، ثم الاتفاق الذي حدث في الوثيقة الدستورية. هذا الوجود هو وجود دستوري بموجب الوثيقة الدستورية، وهو وجود مسؤولية تجاه السودان وتجاه الشعب السوداني. إذا أردنا أن نغير العسكر لابد من خطوات أيضا دستورية إجرائية، مثل الانتخابات، أن نذهب إلى انتخابات. هل الوضع مهيئ الآن؟ نعم، الأوضاع تتهيأ. كل القوى السياسية التي تتحدث عن خروج العسكر عليها أن تقبل على الانتخابات، ولكنهم لا يريدون الانتخابات، يرفضون الانتخابات ويقولون أنهم يريدون فترة انتقالية عمرها 10 سنوات 15 سنة. هذا أمر غير مقبول. كيف يحدث ذلك؟ هم فليطالبوا بالانتخابات، ليطلبوا من رئيس المجلس السيادي أن يجري الانتخابات بعد عام أو عامين، والذي يفوز بالانتخابات ويفوضه الشعب السوداني فليحكم، ثم يتم التداول السلمي للسلطة بالطريقة المعروفة في النظام الديمقراطي. أما أن يقال للعسكر انصرفوا، والعسكر عندهم طريقة صفى انتباه بينصرفوا، ولكن كيف، ماذا بعد ذلك؟ بعد أن يخلوا المكان، من الذي يحل محلهم؟ ومن الذي يقيم أود الناس؟ ومن الذي يقيم أمن الناس؟ ومن الذي يحفظ الواقع السياسي السوداني من التفتت والتمزق؟ ونحن ننظر إلى الجريمة ترتكب في كل الأحزاب السياسية. هل الأحزاب السياسية دكتور حسن بما فيها المؤتمر السوداني الذي يقوده الباشمهندس الديغير والأحزاب التي كانت مشاركة في السلطة، هل لها رؤية جديدة تعالج بها؟ هناك الحديث عن اعتذار عما تم من إخفاقات في فترة الحكومة، فترتهم في الحكم، هل يمكن أن تأتي بجديد ربما يزيح بعض الصورة الذهنية التي خلفتها فترة حكمهم يعني إلى البلاد؟ الأحزاب السياسية لديها مسؤوليات أن تقيم الواقع السياسي الجديد، وأن ترتب أوضاعها لانتخابات، وأن تترك العنف. هنالك عنف في الساحة السياسية يمارس، واتهامات بممارسة عنف منذ أحداث قرطبة التي حدثت في المؤتمر الشعبي، ثم ندوة الحرية والتغيير في شنبات، ثم ندوة الحزب الشيوعي التي أقيمت في الثورة وما تم تجاهها من فض
من قوة سياسية في بعضها البعض، لم ترتب نفسها ولم تستحمل بعضها البعض، فكيف لهذه القوة أن تتوادى للسلطة سلميا إذا كانت هي نفسها لا تريد لندوة سياسية أن تقوم أو تستمع لها، لا تريد أن تخاطب بعضها البعض، لا تريد أن تجتمع مع بعضها البعض. أنا العسكر أن يمدوا أقدامهم كما قال الإمام أبو حنيفة، إذا كانت هذه هي القوة السياسية وإذا كانت هي تتعامل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في فترة انتقالية كان يجب أن يكسود فيها نوع من الانسجام ونوع من الصمت ونوع من الابتعاد عن السلطة والاتجاه مباشرة إلى الجماهير وإلى القواعد وإقامة هذه القواعد وهذه المؤتمرات نراها في كل حين وفي كل مكان، ثم بعد ذلك تنعقد الجمعيات العمومية للأحزاب ويتم اختيار المرشحين ويذهب الناس إلى انتخابات والذي يفوز، أما أنهم هم هذه الأحزاب تتحدث عن هواجس أن من يأتي بالانتخابات هم لا يريدونه، هذا تدخل في إرادة الشعب السوداني واضحة، وهذه وصاية على الشعب السوداني في أن يختار من يريد. لهذه القوى دكتور نعم. حسن مبررات تتحدث عن أن نظام المؤتمر الوطني ما زالت يعني قواه التنظيمية متماسكة، له وجود كبير جدا في المؤسسات، أليس من حق هذه الأحزاب أن تخشى من عودة النظام السابق إلى الواجهة من جديد وإن كان عبر انتخابات؟ الآن لو قلت لهم أن قواكم السياسية غير متماسكة وأنكم من غير جماهير لن يرضوا، لن يرضون كذلك، يقولون أننا نحن أحزاب راسخة. المؤتمر الوطني الذي يفتي في أمر المؤتمر الوطني هو الشعب السوداني، هم يقولون ما يريدون عن المؤتمر الوطني، أن يقولوا أنه حزب سيطر على البلاد 30 عاما، أن يقولوا أنه ظلم، كل هذا متاح لهم أن يقولوه في وسائل الإعلام وفي مؤتمراتهم، وأن يتركوا لحكم على المؤتمر السامي للشعب السوداني الذي يختار قوة أخرى، من حقه أن يختار قوة أخرى غير مؤتمر وطني. أما إذا اختار الشعب السوداني المؤتمر الوطني فهذه تبقى مشكلة الشعب السوداني، قضية الشعب السوداني، ولا وصاية على الشعب السوداني. نعم. اسمح لنا دكتور حسن أن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة هذا المشوار بالبونط العريض، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. في صحيفة الوطن: اشتباكات في الكدر وانفلات أمني وإغلاق المدارس حفاظا على حياة الطلاب. حيث عادت مدارس الكدر صباح أمس الأحد مجموعات من التلاميذ إلى منازلهم، وأوقفت المدارس الدراسة بسبب انفلاتات أمنية كبيرة وخروج المنطقة عن السيطرة الأمنية، وكانت مجموعات من النيجرز قد قامت بقتل أحد أبناء المنطقة، الأمر الذي قاد أهل المنطقة للانتقام، قاموا بحرق المساكن العشوائية المنتشرة على شريط السكة حديد والتي تقطنها مجموعات من جنوب السودان، يمارس بعض شبابها عمليات من النهب والقتل وبيع الخمور وفق الخبر. وبدأت الأحداث منذ أمس الأول، ويوم أمس أحرق ذوي القتيل جميع المساكن والمدرسة الكنسية الخاصة بالجنوبيين، وأحرقوا كمبو بيوت العشاق كما أسموه، مما حدا بأصحاب العشش المحروقة الاستنجاد بأقاربهم الذين هبوا لنجددهم قادمين من حي العزبة ببحري. وقعت اشتباكات وتفلتات أمنية وتدخلات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستمرت في تأمين الحي حتى صباح اليوم. يذكر أن اضطراب الأوضاع الأمنية قاد بعض المدارس لوقف الدراسة. دكتور حسن، بداية رأيك في هذه الأحداث التي انتشرت هذه الأيام وما يدور في الكدر الآن من انفلات أمني كبير؟ هي طبعا أحداث مؤسفة أن تتم بهذه الصورة، يعني المخلة بالأمن والمؤدية إلى إزهاق أرواح الناس والمؤدية إلى تجاوزات خطيرة جدا في الواقع، قد تنجم عنها ثارات، قد تنجم عنها أعمال انتقام، قد تنجم عنها أشياء كثيرة جدا جدا ليست في الحسبان. وهذه طبعا يعني مسؤولية المواطن، المواطن عليه أن يضبط نفسه كثيرا وأن يتجه إلى القضاء وأن يتجه إلى للأجهزة الأمنية لتأمين هذا الأمر ولوضع حد لهذا الواقع الذي يعني واضح أنه واضع غير قانوني، لأن الجنوبيين الذين يتحدثون عنه من هم؟ هل هم أبناء جنوب السودان؟ إذا كانوا أبناء جنوب السودان هؤلاء أبناء دولة أخرى،
يعني ما الذي يوجدهم في هذا المكان يعني، وما هي صيغة وجودهم في هذا المكان؟ أما إذا كانوا جنوبيين سودانيين فهذه طبعا قضية أخرى، لماذا يتركون بهذه الصورة ولا يعني يعيشون مع الناس في الأحياء؟ وأبناء السودان لا فرق بينهم في الحياة العامة يعني في الأماكن التي يوجدون فيها، سواء كان مواقع إنتاج أو مواقع سكنية. فهذا هو سؤال يعني، ما يعني الناس يقولون جنوبيين، ولكن لا نعرف هل هم جنوبيين نازحين أم هم جنوبيين لاجئين أم من هم. في كل الأحوال يجب أن توضع حد لواقع. هذه مسؤولية السلطات. نعم، هذه مسؤولية السلطات. في نفس الوقت السلطات عليها أن تنتبه لهذا الأمر في ظل وجود لنشاط النقرز المعروف في هذه المناطق والتي اشتهرت به، ولم تحرك السلطات ساكنا. فهذا يعني أمر يعني مخل جدا بالأمن، وهؤلاء النقرز ينطلقون من هذه المواقع ومن هذه الأماكن ويؤثرون على حياة الناس وعلى أمنهم ويقتلون المواطنين. وهذه أعتقد قضية يعني كان يمكن أن يوضع لها حد، باعتقال هؤلاء الناس بتقديمهم إلى محاكمات، بضبطهم، بمعرفتهم، بتحركاتهم، بإقامة دوريات في منطقة بحر كلها وفي مناطق أخرى. نعم دكتور حسن، على مرأى ومسمع الجميع يتم النهب، يتم الطعن والاحتداء في أماكن حيوية وحية في الخرطوم. هذا الانفلات الأمني الكبير، يعني ما هي الخطوات التي يمكن أن تتبعها؟ البعض يرى بأن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي لمثل هذه الظواهر. الحكومة يجب أن لا تقف مكتوفة الأيدي، والمواطن يجب أن لا يقف مكتوفة الأيدي، ويجب احترام القانون في كل الأحوال. إذا كان هنالك مواطن أخل بالأمن، حتى لا قدر الله لو كان قتل، هذا القتل له عقوبات وله إنسان يعني يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر هو متروك للمواطن حتى أنه يأخذ بساره أو ينتقم لغريبه الذي لا قدر الله أنه قد وقع فيه، حدثت له هذا المقروء. الناس تلجأ للانتقام لأن السلطة باعتبار يقولون بأن السلطة غائبة، هناك كثير جدا من الأحداث لم يتم الوصول إلى مرتكبة مثلا. هذا مبرر الكثيرين. هذا مبرر، ولكن الشرطة بما عرفت به من قدرات خاصة المباحث تستطيع أن تصل إلى المجرم الحقيقي ولو بعد حين. طيب أن تعطى قوات الشرطة هذه الفرصة، ثم أن المواطن يجب أن الآن غير كافي أن يتحدث عن وجود لجان مقاومة. هي هذه لجان المقاومة الموجودة في الأحياء هي لجان سياسية تتعامل بالمظاهرات وبغيرها، لكن لا يجب أن تكون هنالك لجان شعبية. هذا الأمر ليام مواطنة وشعبية هي التي تراقب الواقع وهي التي تتعامل مع الشرطة وأصدقاء الشرطة. يجب أن ينشطوا الشرطة، يجب أن تفعل المجتمع لصالح الأمن ولصالح حفظ الأمن وضد الجريمة. الشرطة لديها قوات شرطة شعبية كانت موجودة، لماذا هذه القوات تحسب على النظام السابق؟ أليست لها دور يمكن أن تؤديه في 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 الأمن، مواقف الأمن الشامل؟ أليست لها كان لها دور؟ أليس من الأفضل أن تفعل هذه المواقع لحفظ الأمن، المجتمع، أئمة المساجد؟ هذا كله مكون شعبي أمني تستفيد منه قوات الشرطة، ولكن قوات الشرطة الآن مكبلة لا تستطيع أن تفعل. هناك مناطق في الخرطوم، مناطق حية. نعم. فيها تقوم فيها مباني بشكل غير. نعم. منظم وغير. نعم. مسجل حتى للسلطات. معظم الجرائم تأتي من هذه الأماكن. هل بالعقل يمكن أن تغيب هذه الأماكن، أماكن الجريمة، عن السلطات الحاكمة؟ هو سؤال يطرح دائما. السلطات الحاكمة أيضا مسؤولة عن هذه الأماكن وعن شرعيتها وعن تأمين الناس الذين يسكنون حولها وعن وجودها وإزالتها. ولكن الآن هنالك كثير جدا من الميديا الإعلامية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وتتحدث عن، وعندما تقع الجريمة يعني يتم واسمه تحميل السلطات والشرطة المسؤولية وحدها، المسؤولية كاملة. الأمن مسؤولية الجميع، كل الشعب السوداني مسؤول عن الأمن، وكل الشعب السوداني مسؤول عن حفظ الأمن وتطبيق القانون وعدم التجاوز. مهما حدث من استفزاز، الأمر يعود إلى السلطات، والسلطات هي التي تقوم بتنفيذ القانون. لا بد من إعطاء السلطات وإعطاء الدولة هذا الدور. إذا سحبنا هذا الدور من الدولة وتركنا القانون يعني طوع أيدينا، سوف تحصل المشاكل والحرب الأهلية والأزمات الأمنية التي يعني نشاتها في كل مكان.
في 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 العالم بسبب هذا الاختلال وهذا الانحراف عن الحقائق. نعم. ومن خبر جديد من صحيفة الصيحة، مركز الحرية والتغيير مبادرة المرغني لا تحمل جديدا. عد المجلس المركزي للحرية والتغيير مبادرة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان المرغني لحل الأزمة بأنها لا تضمن جديدا عن سابقاتها من المبادرات لإنهاء الأزمة. وذكر القيادي بالمجلس أحمد حضرة للانتباه إن المجلس أو إن المبادرة من وجهة نظر الشارع لا تحمل جديدا يذكر لحل الأزمة الحالية، وأكد أن الشارع جميعه رافض لأي مبادرة الآن ما لم تطالب إبعاد المكون العسكري عن السلطة والعمل السياسي. وزاد: ما أعتقد أن المبادرة ممكن تضيف جديد في حل الأزمة السياسية الراهنة. ظهور جديد لمولانا محمد عثمان المرغني من القاهرة يدعو من جديد إلى توافق سياسي وحوار سوداني سوداني. بداية، هل يمكن هذه المبادرة أن تمضي؟ لأن للحزب الاتحاد الديمقراطي إرث عريق وأيضا للختمية في السودان تاريخ ضارب في القدم. هل بهذا الحجم الكبير لهذا الحزب والتأثير العالي لمحمد عثمان المرغني يمكن أن يقود إلى مبادرة سياسية في الفترة القادمة؟ مبادرة المرغني مبادرة مهمة، وعندما قدمها السيد محمد عثمان المرغني هذه المبادرة قال أنه قام بتجميع كل المبادرات في الساحة وخرج بهذه المبادرة المخلصة التي تتحدث عن السودان وأمنه واستقراره وعن الوفاق السياسي بين السودانيين، وعن أنه ذكر أنه حاجب على السودان وعلى أمنه وعلى استقراره، وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم بها السيد المرغني بمبادرات في ظل العهود السابقة. كانت له مبادرات وكان يستمع لها ويستجاب لها ويتعامل معها. أما هذا الرفض لهذه المبادرة أعتقد أنه رفض سياسي له علاقة بما يقال أن الأحزاب التي اشتركت في النظام السابق حتى سقوطه، وهذه هذا المونولوج السياسي الذي يدور في الواقع السياسي وهو مؤسف جدا وعدمي وليس له أي يعني إيجابيات في الحياة السياسية. لكن هذه مبادرة يجب أن تغيير. نعم. مبررات بأن المرغني كان بعيدا عن الساحة السياسية السودانية، موجود بالقاهرة منذ فترات، والفعل السياسي قل كثيرا للرجل. ليست هذه مشكلة. الواقع السياسي المرغني يمكن أن يلم به من خلال حزبه الموجود في 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 في, في السودان، ومن خلال حديثه مع المسؤولين السودانيين الذين يزورونه في القاهرة، وهو أعلن أنه سوف يأتي إلى الخرطوم لإتمام هذه مبادرته، وكلف من يعمل على حتى الحزب الاتحاد الديمقراطي نفسه يعاني مشكلات طبعا، ولم يتجاهل هذه المشكلات التي يعاني منها الحزب الاتحاد الديمقراطي، بل كلف ابنه بأن يعمل على تجميع الاتحاديين ووحدة الاتحاديين، لأنه يعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك يريد أن يلم بكل هذه الخيوط وأن يقدم للشعب السوداني مبادرة يمكن أن تفيد في الواقع السياسي. أما أن يتم رفض كل مبادرة وتحدث بإسقاط هذا بإسقاط الحكومة، أعتقد أن هذا الموقف هو موقف فعلا فيه نوع من التفرد. هل للأحزاب السياسية؟ نعم. الأحزاب التي شقت من الحزب الاتحاد الديمقراطي والمجموعات الاتحادية الأخرى كمجموعة بابكر فيصل وغيرها التي كانت مشاركة في السلطة، هل لهذه الأحزاب المنشقة دور في عدم قبول هذه المبادرة للمرغني؟ يمكن أن يكون لها دور، لكنها لم تعلن حسب علمي أن هذه الأحزاب لم تعلن أنها ترفض، بل هي نفسها تحدثت عن وحدة الاتحاديين. بعض القوى السياسية الاتحادية تحدث المعارضة للمرغني تحدثت عن وحدة الاتحاديين، وهذه طبعا مسألة تكييف ومسألة اتفاق بين الاتحاديين فيما بعضهم البعض. سبق الاتحادين توحدوا في حزب واحد بعد أن كان الوطن الاتحادي والاتحاد الديمقراطي توحدوا في حزب واحد بزعامة الزعيم الأسهري وخاضوا الانتخابات، فالاتحادين يمكن أن يتوحدوا، هذه ليست مشكلة. حتى لو الاتحادين لم يتوحدوا هذه ليست مشكلة، المشكلة في الوفاق السياسي السوداني، الاتفاق على يعني الأشياء التي تجمع المواطنين في بعضهم وتجمع القوى السياسية في بعضهم، الثوابت. نعم. أمن البلد. هل يمكن أن نقرأ استقرارة؟ نعم. هل يمكن أن نقرأ هذه المبادرة
بما يتعلق بشأن المصري أو تأثير الجانب المصري على الشأن السياسي السوداني. بالأمس استمعنا إلى أمان الطويل، متحدثة في هي متخصصة في الشأن السوداني المصري لراديو سوا، تحدث عن هناك مجموعات إقليمية ودولية تسعى إلى إبعاد مصر من الفعل السياسي السوداني. هل يمكن أن نجمع مبادرة المرغني باعتبار وجوده هناك وعلاقته بمصر أن يكون هو إعادة إنتاج للدولة المصري من جديد؟ علاقة المرغني بمصر معروفة طبعا تاريخيا وغير منكورة، والاتحاد الديمقراطي حزب سوداني مستقل له علاقة مثلما الآخرين لهم علاقات في الخارج والنخب المصرية التي تتحدث عن الواقع السوداني. هذه دراسات وأفكار يعني ليست ملزمة سياسيا، يعني أن تكون أمان الطويل أو غيرها يتحدث عن الحياة السياسية السودانية أو يكتب أو يقول، فهذا هذا لا 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 يمثل يعني تأثير على الإنسان السوداني وعلى الأحزاب السياسية السودانية التي تنظر إلى الواقع السوداني وتتعايش معه. فالحزب الاتحاد الديمقراطي والسيد محمد عثمان المرغني هو رجل زعيم الخدمية، الطائفة الخدمية موجودة في السودان وهي طائفة مغدرة ومحترمة ولها دور في الحياة السياسية السودانية ولها أتباع كثير جدا في شرق السودان وغرب السودان في كل مكان، ولهم احترامهم. إذا قدموا مبادرة فينبغي أن ينظر إليها بالطريقة الإيجابية، أما أن ترفض فهذا نوع من الإخصاء لكل فكرة جميلة ولكل مبادرة وحب. هل تتوقع نجاح هذه المبادرة؟ أتوقع أن تنجح، أتوقع أن تنجح، لأن هذه المبادرة هي تقدم بها زعيم كبير في الحياة السودانية ولم يبقى غيره الآن. كل الزعماء السياسيين السودانيين الذين كانوا موجودين سواء كان في اليسار أو في اليمين رحلوا عن هذه الدنيا، وبقي السيد محمد عثمان المرغني وكل وله يعني إلمام ومعرفة بكل قادة الزعماء السياسيين الذين رحلوا، السيد الصادق المهدي، الدكتور حسن الترابي، السيد محمد إبراهيم نقود، كلهم يعرفهم وله بهم صلات. فهو بهذه الخلفية التاريخية وبهذه المعرفة بهؤلاء القادة يمكن أن يقدم شيء لهذه القواعد السياسية التي تبقت فيما بعد. وينبغي لقادة الأحزاب اليسارية من أقران السيد المرغني الذين يعني يعتبرون الآن لا يعتبرون أنه من أقران المرغني، هم بل هم في العمر مثل المرغني، ينبغي لهم أن ينظروا إلى هذه المبادرة باعتبارها من رجل زعيم سوداني له تجربة كبيرة وله معرفة بالواقع السياسي السوداني وله حب ومعرفة وله يعني اهتمام وغيرة على السودان. نعم. ننتقل مباشرة إلى صحيفة اليوم التالي. ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية، أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني قرارا قضى بتحديد أسعار جديدة لقيمة تذاكر السفر للرحلات الداخلية، وبلغ سعر التذكرة من الخرطوم إلى الجنينة إلى 8000 أو 85000 جنيه، ونيالة 73000 جنيه، الفاشر إلى 660000 جنيه، وبور السودان إلى 600 جنيه، وكسلا والدمازين والأبيض كذلك ارتفاع لهذه الأسعار بصورة جنونية، أخيرا الدمازين 46000 جنيه. ارتفاع التذاكر الآن بالبر وكذلك عبر الجو، هذه الزيادات هل ترتبط بسياسات رفع الدعم، ترتبط كذلك بالوقود؟ نعم، ترتبط بسياسات رفع الدعم، ترتبط بزيادة أسعار الوقود، ترتبط بزيادة التشغيل هذه الوسائل من العربات، البصات، الطائرات، وهي مؤثرة على المواطن تأثير سلبي للغاية. تؤثر على التواصل، تؤثر على التنمية، تؤثر على الاستثمار، تؤثر على التجارة، وهي مشكلة كبيرة جدا ودليل كافي على الوضع الاقتصادي المتردي والسياسي وعلى عدم القدرة على تلافي هذه الأوضاع والخروج من هذا المأزق الكبير الذي يواجهه السودان. دعم. مباشرة إلى أخبار الرياضة التي نختتم بها بالبنط العريض. مجلس الهلال يعلن الطوارئ لمباراة الأهلي المصري، حيث أعلنت لجنة تسيير نادي الهلال عقد اجتماع مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة جواو موتا اليوم الاثنين. وقال المركز الإعلامي للنادي في تعميم إن اللجنة عقدت اجتماعا أمس ناقشت فيه الوضع الراهن للنادي، وقررت إصدار عدد من القرارات بعد تشاور مع بعض الجهات والأفراد. وأشار التعميم إلى أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد متواصل حتى موعد مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في ختام مباريات دوري مجموعات
ابطال افريقيا. دكتور حسن، خساره الاهلي او خساره الهلال من صن داونز برباعيه في ملعبه والهزه التي حدثت للفريق، هل يمكن تلافيها؟ هل يمكن ان يجتمع اداره الهلال وجماهيره للعوده بنتيجه ايجابيه من القاهره؟ يمكن وليس هنالك مستحيل، لأن يعني الرياضيون يقولون أن الكرة هذه المدورة ليس فيها مستحيل، وهي مدورة، والدائرة هذه يعني يمكن أن تستخدم في أشياء إيجابية. والحراك الذي يعني تحدثت عنه الآن في الخبر عن الهلال هو يمكن أن يفيد فريق الهلال في الانتصار في هذه المباراة المهمة، ويمكن أن يقدم الهلال ما يفرح الشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة والأوضاع المعيشية التي تحدثنا عنها والتي بلغت الحلقوم. متنفس إيجابي أكيدا يكون هنالك متنفس، ونرجو من الهلال أن يفعل ذلك. نعم. نرجو من الهلال أن يفعل من ذلك. الهلال نعم، ومن فريق الهلال المجيد أن يفعل ذلك. نعم. ومن العرضة شمال العرضة جنوب إبراهيم يقود تدريبات المريخ استعدادا للشرطة، حيث قرر مجلس المريخ المكلف أو مدرب المريخ المكلف إبراهيم حسين إبراهيم أداء الفريق تدريبا جديدا مساء أمس الأحد رافدا الراحة. وبرر المدرب إبراهيم حسين خطوته بسبب اقتراب موعد نزال الشرطة القضارف في الدوري السوداني الممتاز. أيضا هناك مشكلات إدارية في المريخ وفنية كذلك. نعم. المريخ مقبل على مباراة أمام الشرطة القضارف، كيف ترى استعدادات المريخ؟ نعم، يعني هي مهمة، وقد عاد المريخ طبعا إلى المحلية، يعني فعليه أن ينجز لأنه فريق عريق وفريق، وعلى الفنيين مثل المدرب الكبير إبراهيم اللاعب الذي يعني نعرفه، نحن جيلنا يعرف إبراهيم وقيمة إبراهيم، ثم تدريبه لعدد من الفرق ومنها هلال وبيض، ودوره الكبير في معرفة المريخ وعلاقته، يجب أن لا يلتفت هؤلاء إلى الجوانب الإدارية والمشكلات التي تصاحب الإدارة وتعقيداتها، وأن ينصرف مباشرة للتدريب وللجهد الرياضي، حتى أن هذا الفريق الذي يعني تهتم به الدولة ويهتم به المجتمع أن يقدم أن يحرز الأهداف وأن يتصدر، ولا يكون الحديث. نحن الآن الشعب السوداني مشكلته أن يتحدث حتى في الرياضة، الرياضة لعب ليست حديث. نعم بالتأكيد. ختاما على ذكر الرياضة، نترحم على الأستاذ أحمد المصطفى الدرديري القبة الرياضي بنادي التحرير والد الماجدي الذي انتقل إلى رحمة مولاه، وهو كان أحد رموز والد الماجدي رياضيا واجتماعيا وثقافيا، له الرحمة والمغفرة. بهذه الأخبار نختتم هذه الجولة، نشكرك الدكتور حسن محمد صالح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، نتمنى نلتقي معك من جديد. نتمنى ذلك إن شاء الله. شكرا جزيلا. إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام بالبومط العريض، على أمل أن نلتقي مجددا في لقاء آخر. تقبلوا تحياتي وتحيا فريق العمل، إلى اللقاء.